السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداولت بعض المنصات في التواصل الاجتماعي والجروبات يوم أمس أن بصمة لأحد مدراء المدارس في محافظة البصرة، أن هناك بعض حالات الخطف قرب إحدى المدارس، مدرسة الهدى الابتدائية، وجه السيد قائد شرطة محافظة البصرة بالتحقيق في هذه البصمة. تبين أنها إشاعة ولا صحة لها ولا مصداقية لهذه البصمة، وإنها تداولت في إحدى جروبات مدرسة معينة عن اشتباه في حالة. واليوم إدارة مدرسة الهدى وجهت كتاب إلى مركز شرطة نظران وبالتعاون مع ضابط المركز، وتبين أن لا صحة لهذه البصمة التي تداولت في الجروبات في محافظة البصرة. لذا ننوه بعدم اعتماد هذه الأخبار والإشاعات الكاذبة التي تعكر الوضع الأمني ربما والمزاج العام للمواطنين وأولياء الأمور.